قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع سجام. وأعينهم تستدر الدموع وما بعد قول العيون كلام. من أبرز الأشياء التي حرصت على ملاحظتها ومحاولة دراسة أسبابها في خلال زيارتي ورحلتي إلى هذه المجتمعات الإفريقية ما يتعلق بظاهرة اللباس والزي. كل الذين رصدوا تاريخ المجتمعات في العالم وعبر التاريخ عموما كانوا يرصدون اللباس وما يتعلق فيه، فكل رحالة يتكلم عن اللباس، يتكلم عن اللون، عن الشكل، عن نوعية هذا اللباس، نوعية هذا القماش. ولذلك حرصت على أن أحذو حذو أولئك الرحالة. فخلال رحلتي الإفريقية حاولت قدر المستطاع أن أرصد شيئا من اللباس في تلك البلاد. ذهبت إلى مصر وإلى تونس، إلى المغرب، إلى موريتانيا، إلى السودان، إلى شرق إفريقيا، إلى بعض هذه الدول، ووجدت أن هناك اختلافا كثيرا في اللباس. اللباس يشكل هوية لكل مجتمع، وتختلف هذه الثياب من مجتمع لآخر. لكن من أغرب الثياب التي رأيتها هذا الثوب الموريتاني. الثوب الموريتاني ليس كالثوب الذي عندنا، فصل في يوم وله مقاس معين يخص جسم الإنسان. لا، الثوب الموريتاني لابد أن يكون بعشرة أمتار بالنسبة للرجل، يسمونه الدراعة. والدراعة نحن كلمة نطلقها على ثياب النساء، هم يطلقونها على ثوب الرجل، ويكون مقاسها عشرة أمتار. ترى أي اللباس الذي يمكن أن نقول إنه أصل اللباس في ذلك البلد الذي زرته؟ الناس في الخليج يتفاخرون بالقطرة أو بالشماغ إذا كان طوله أو مقاسه 64 أو 60 أو 58 أو 56. وأكبر رقم اللي يلبسونه عادة الناس 60 أو 62. هذا الرقم الكبير لا شيء عند العرب في الجاهلية، لا يلبسه عند العرب في الجاهلية إلا الفقراء. العرب في الجاهلية إذا لبسوا العمامة لا يلبسونها إلا كما يلبسها السودانيون اليوم. طول العمامة يدل على أن هذا الرجل من أهل الغنى واليسار والجاه والقدر الكبير. أي اللباس الذي يمكن أن نقول قد طرأ لاحقا على ذلك البلد الذي زرته؟ من الصعب أن أجزم أحيانا، لأن اللباس يتغير باختلاف العادات والتقاليد والدين أحيانا، لأن الدين له دور في اللباس. اللباس في إفريقيا منظر من المناظر التي رأيتها في إفريقيا. توجهنا إلى شمال غرب المغرب لنلتقي وجيها من وجهاء مدينة تطوان وممن حكموا تطوان فترة من الزمن. لما جئت تطوان وجدت من الأماكن التي تصلح للسكن، وهي منتشرة في بعض المدن المغربية خاصة ذات البعد التراثي القديم، وجدت ما يسمى عند أهل المغرب بالنزل، وهو يختلف عندهم في التعبير بينهم وبين الفندق، وإن كانت كلمة النزل والفندق واحدة. النزل كلمة عربية، والفندق يقولون يونانية الأصل، وإن كانت ترجع إلى أصل عربي بعيد ما نبي نزعجكم فيه. المهم زرت هذا النزل، نزل رياض دار أشعاش. أشعاش طبعا أشعاش هذه أسرة من أسر تطوان الشهيرة، حكمت تطوان فترة من الزمن. صاحب هذه الدار تحول عن داره وسكن بدار مجاورة، وحول هذه الدار أو المنزل كما نسميه إلى مكان للنزل، مكان للإقامة، أهله تأهيلا كاملا. وبلا مجاملة هذا المكان في تطوان من أجمل ما سكنت، جمالا ونظافة وراحة وطعاما وهدوءا. أهلا، مرحبا بالشيخ زليل، وهذه زيارة كريمة أشكركم عليها، وهذا بيسكم إن شاء الله. مرحبا مرحبا أهل، مرحبا، تفضل يا أخي. أهم سؤال قبل أن ندخل. أيوة، البيت ما شاء الله بيت أندلسي. أيوة تماما. أنت لك علاقة بالأندلس؟ أيوة، هي تطوان كلها أندلسية، هي مدينة جل سكانها الأندلس، وعائلتي لها جذور أندلسية. جذور أندلسية قديمة قديمة جدا. قد رأيت الحياة
نسمة حب غدا. تقي وجيها من وجهاء مدينة تطوان، أعجبت برأيه وعقله، رجل فاضل حقيقة من الفضلاء الكرام، وقلت بدل لا أنا أزعجكم في الكلام وكلية وطالع عليكم ومتكلم عن عادات البلاد وعفست الدنيا فوق حذر بالعادات والتقاليد، مرة من خط يمين مرة شمال، لا يحسن الكلام عن البلد إلا أهله. ما دام احنا في ضيافة العم الجليل سيدي عمر أشعاش، سنسأله عن اللباس في المغرب. طبعا كل إنسان يحب أن يلبس لباسه لأنه يعبر عن هويته. اليوم إخواننا في المغرب سيدي عمر كثير منهم صار يلبس اللباس الجديد، وأنت ما شاء الله في الغالب نراك محتفظا بلباسك الكريم، صراحة يعطي جمالا. شكرا. خلنا نبدأ من الرأس، وأنت رأس في كل شيء إن شاء الله. إن شاء الله. الله شكرا شكرا. هذا اللي أنت لابسه الآن، لما ذهبت أنا إلى تونس يسمونها الشاشية، مأخوذة من بلاد الأندلس. أنت شو تسمونها؟ احنا بنسميه طربوش. طربوش طربوش، وفي انواع، هذا نوع، هناك طربوش دائمي وهو المتداول عاده، ثم هناك طربوش من هذا النوع، هذا نفس اللي انا لابسه تقريبا، وكان هو اظن اول من استعمله هو المرحوم محمد الخامس. محمد الخامس، محمد الخامس كان له طربوش مثل هذا، ولكن بلون عاده يكون لون ابيض او يعني مفتوح، يعني لونه مو أحمر. أحمر لا، محمد الخامس كان يلبس هذا النوع من الطربوش، يعني على علمي يعني هو أول ما شاهدته أنه يلبس هذا النوع من الطربوش، وكان له نوع دائما يكون لون يعني لون مفتوح مثل اللي هو الآن. أنا أشوف بعض الوجهاء حتى الملوك كذا يلبسون الطربوش المختلف عادي، يعني العادي الدائري الدائري الأحمر الدائري، هذا هو الطربوش المتداول المعروف، ولكن قبل هذه الفترة كانت طرق أخرى اللي كانت العمامة. خلال جولتي في بعض الأسواق التي كنت أزورها كنت أرى اختلافا كبيرا في تلك الأسواق، فيتضمن سوق الملابس كل ما يلبس، فالأقمشة تحاك ثم تخاط أو يتم تشكيلها إلى ملابس بطرق أخرى. جمال مدينة فاس في جامع القيروان الذي يكون في وسطها وما حوله من الأسواق، وميزة الأسواق المحيطة بجامع القيروان أن كل بضاعة يوجد فيها ما يتعلق بها، فالنحاس لوحدها واللباس لوحدها والبلغة لوحدها. البلغة هذا حذاء المحلي في قوله تعالى، نعم، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، روي عن ابن عباس ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال حببت النعل الصفراء منذ قرأت هذه الآية، صفراء تسر الناظرين. فعلا يقولون أن البلغة لا بد أن تكون صفراء أو صفراء أو بيضاء، لا الأصلية الجيدة أصلية صفراء زيوانية ملكية ملكية. حتى الأسماء هذه من أين مثلا الصفراء؟ هذه من أين؟ من هنا، من فاس؟ من دباغة فاس، من دباغة فاس، من دباغة فاس، هذا كتجي من القورنة من كيدبح الجلد تيديوه. ما الفرق بين البيضاء والصفراء؟ بين البيضاء والصفراء بين هادو وهاديك، هاديك الدباغ الدباغة بلدية، هذه بلدية، بلدية الدباغة ديال البلدية الشوارة فين كيدبغوا بداك الشيء، وهذيك الدباغة رومي، جلد رومي، جلد رومي. إيه إذا هذا 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 الجلد محلي، إيه محلي، إيه لكن بطانة، هذه بطانة العيز، وهذه البقر، هذه بقر وهذه معز، معز، ما شاء الله. وهذيك الدباغة أغلى بلغة كم سعرها؟ أغلى بلغة 500 درهم 600 درهم 500 درهم، يعني تقريبا 15 دينار، اغلى بلغة 15 دينار يا بلاش. وتلبسون ايضا البلغة في انواع، هذه بشكل ما عم يرميها البلغة بسميها البلغة يعني بين البلغة هذه لها شكل غريب عندهم، تلبسونها في كل مكان؟ على العموم هي هو حذاء قديم، ما كان قديمة، ما كان حذاء صيفا وشتاء، كان حذاء نوعي، كان يستعمل فقط البلغة، وهناك نوع أبيض ونوع أصفر. محاولة لمجاراة العادات والتقاليد في بعض البلاد التي كنت أزورها، كنت أحياناً أحب أن ألبس لباس أهل ذلك المجتمع للتكلم عن هذا اللباس من ناحية، ومسايرة لهذا المجتمع من ناحية أخرى.
اللباس السوداني اليوم يعد لباسا عربيا بامتياز، سواء كانت الألبسة الظاهرة اللي يلبسها الرجل السوداني. الرجل السوداني الآن كبير السن، دائما إذا خرج يلبس هذه العمامة، وعمامة طويلة كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أن يتغير إيماني كالعمامة المكورة تصير محورة يعني مزدلة. ويلبس الرجل السوداني الثوب أو الجلباب، ويلبس أشياء أنا أعرف لو الآن دخلت في تفاصيلها راح أخطئ فيها، شيء يسمونه على الله، هذا شيء يلبس في الداخل، وشيء يسمونه عراريق، والطاقية التي نلبسها عادة. حتى المعاريس عندهم لهم لباس خاص، فعلا لون عرس، هذا اللون لون عرس يدخل البهجة، مع أن أنا ما أحب اللون الأحمر، أحب اللون الأخضر، لكن عموما الزي السوداني يبقى زيا مناسبا. كبار السن الآن من السودانيين في الغالب لا يخرجون في المناسبات إلا إذا لبس العمامة مع الجلباب، ويلبس أحيانا الصدرية، ويحمل معه العصا، وكل هذا دلالة على جاهه وقدره. في البدء ارتبطت الحاجة إلى الملبس بالحاجة إلى الوقاية من الأحوال الجوية كالبرد والحر، فتطور اللباس من مجرد جلود الحيوانات وصوفها وفرائها وريشها إلى ملابس يحيكها ويتفنن في خياطتها العديد من الماهرين والحاكم. وكان للثورة الصناعية أثر كبير في تطورها وتنوعها. ثوب الموريتاني لابد أن يكون بعشرة أمتار بالنسبة للرجل، يسمونه الدراعة، والدراعة نحن كلمة نطلقها على ثياب النساء، هم يطلقونها على ثوب الرجل، ويكون مقاسها عشرة أمتار. لكن يجد الإنسان صعوبة ومشقة في لبسها وتحريكها، ما أدري الصعوبة عند الموريتانيين ولا عندي أنا بس في التنقل، يعني ما شاء الله من اليوم أنا بس عابل فيها. ثوب المرأة يختلف، ثوب المرأة يسمونه ملحفة، و أقل من الرجل، الرجل عشرة أمتار والمرأة خمسة أمتار. عموما يبقى الثوب الموريتاني يشكل هوية عند كثير من الناس، وما زال سائدا في كثير المجتمعات، مع أن مصورين لابسين اللبس الفرنجي، لكن كثير من الشعب الموريتاني يلبسون هذه الثياب. طيب بالنسبة للنساء، النساء ماذا يلبسن؟ النساء قد كان له لباس، لا ما شاء الله لباس جميل، وإنما قبل كان نساء آخر، يعني كان العموم كان يسمى الحايك. الحايك كل الجلباب؟ لا ما كان جلباب، كان حايك هذا، يعني ما كان تلبس لباسها العادي، وفوقها تلبس كعباءة مخيط من كل مكان؟ يعني من كل مكان، لا كان فيه نوع من العباءة مفتوحة بالشكل هذا. طيب اللي تحت ايش تسمي؟ كان هناك أشياء مثل تسميه هذا الدفين والقفطان وأشياء. أنا أريد أن أوجه رسالة أن اللباس كاللغة تماما، يعكس مظهرك وهويتك، فاحرص على هويتك الإسلامية والعربية قدر المستطاع. بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غرب. الدعوة موجهة لكم جميعا. بأفريقيا قد رأيت الحق.